السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعيني الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. أول ظهور لعصافير الحب لمسلسل المكتوب للقاء إقبال كبير عند العديد من الناس، وشبه الكثيرون بقصة العشق الممنوع. نخليكم مع أول ظهور وشوفوا الانسجام بينهم، ولكن قبل ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني، تعليقكم بخصوص اي فيديو كنزلو، وبطبيعه الحال لاول مره كيشاهد القناه فضلا وليس امرا الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصل دائما بجديد. بصحه فوقكم نوريكم واحد الانسان معايا. ما تحشمنيش بلاتي بلاتي اللي بيني وبيني، ده انا ما عليتش عيني. تفرجوا اليوم ما تنساوش.